صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل العلم في تعريف الإيمان: إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ هل الفرق بيه؟ بين قول اللسان وعمل اللسان. هو قول اللسان هو عمل اللسان، عمل اللسان بالقول، نعم، وعمل القلب بالخشية والخوف والمحبة والرجاء، هذا عمل القلب. وعمل الجوارح بالصلاة والصيام والجهاد نعم.